مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. كما كتشوفوا بطبيعه الحال نحن في منطقه اللي معروفه يعني بانتاج الموز او البنان. بطبيعه الحال هي منطقه اورير، كما كتشوفوا يعني هذه المنطقه اللي معروفه ايضا على صعيد جهه سوس مسا ببيع منتوج البنان ومنتوج الموز، إسوة يعني بمنطقة التمري هي الأخرى، والتي يعني هذه المنطقة اللي هي منطقة أورير ذات صيت وطني وعالمي بإنتاجها للموز. فهذا الشيء اللي غادي نتعرفوا نحن وإياكم من خلال يعني هذا البث بطبيعة الحال مع أحد يعني المهنيين اللي غادي تحدث لنا بخصوص يعني الموز ديال المنطقة ديال أورير وباش كيتميز بطبيعة الحال. فغادي نحاولوا أننا نقربكم يعني من الموز ديال أورير وباش كيتميز ويعني شحال وصل في الثمن يعني في هذا دخول فصل الشتاء. مرحبا خويا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأخ. مرحبا، مرحبا بك الأخ رشيد أمزي. سي رشيد، إذا كان ممكن يعني تقربنا من الموز ديال أورير باش كيتميز. الموز ديال أورير الأخ كيتميز بالمذاق ديالو أول حاجة، المذاق ديالو والمنطقة كيتميز بالمذاق ديالو، يعني ما كاينش شي بنان في المغرب اللي كيقرب ليه ولا كيتشبه ليه في المذاق ديالو. الأكل ديالو هذا هو باش معروف بالحلاوة ديالو، فيه الحلاوة. وواحد المميزات أخرى، البنان هنا، البنان في هذه المنطقة من 1940، من 1940 وهذه المنطقة معروفة بالبنان على الصعيد المغربي، يعني من 1940 1945 حتى 50 عاد بدا كيطلق البنان من هنا، مش هذه النقلة ديالو ديال التمري، من التمري بدا كتشل البنان ديال هنا. كما كيعاود ليا واحد الشيخ، يعني واحد الأخ اللي هو راه ما يعني كبير عليا وعنده 90 سنة تقريبا، كما عاود لي على المنطقة، وأنا ابن المنطقة كبر هنا، ولكن راه من 40، من 1940 ل 1988 راه كاين تما، كاين ما طوال، يعني ما غاديش تسيق الخبر ل 1940، ولكن بفضل هاد الناس اللي عطاونا هاد المعلومات الدقيقة على الموز ديال هنا، جا من أمريكا اللاتينية في 1940، دخلوا واحد السيد الله يواليه برحمته في 1940 سميتو محتي. بحثي دخلوا في 1940 وبدات النقله ديال البنان. كما كتعرفوا اورير فيها شي عيون هنا بحال تمدان سليط، راه معروفه حتى هي، وكوك يعني عطى الله الماء، كيجينا الماء من الفوق. 1940 كتعرفوا الخيرات اللي كاينين هنايا والماء موجود، والبنان هو واحد الفاكهه اللي كتبغي الماء، كتبغي هي الماء بزايد، وكتبغي التربه تكون مرمله، ما تكونش التربه قاسحه باش تعطي الغله ديالو، يعني التربه تكون سخونه باش يعطي الغله ديالو. ثاني حاجه جدرا ما بين البنان ديال هنا والبنان ديال لاسير، حيت دابا البنان راه البنان عطى الله الخير، كاين في الشتوكا كيتزرع، في الشتوكا كيتزرع، في تارودان مؤخرا ولا كيتزرع حتى في قنيطره ولا حتى هما كيديروا البنان. ديال هنا شحال الثمن ديالو دابا؟ شحال وصل اليوم الثمن ديال هنا؟ كنشدوا حنا ب 7 دراهم و50 فرانك ديال المنطقه، والاخر كاينه 6 دراهم ونص، 6 دراهم 6 دراهم ونص ديال السلعه ديال تارودان. المناطق راه كما كتعرفوا البنان هنا كيتخدم بطريقه تقليديه، يعني ما كاينينش لي سير وما كاينينش لي برودوي شيميك اللي يأثروا عليه، يعني طبيعي منو السماء كيضرب عليه الشتاء وتضرب عليه الشمس، والناس كيخدموا بالطريقه التقليديه. القضيه ديال عاوتاني هذيك القضيه ديال الفران، ماشي القضيه ديال الفران، ديك الساعه حتى كيبيع الفلاح السلعه ديالو، يعني القبال اللي كياخذ عنده السلعه، حيت البنان ضروري يطيب. الا بيتي يطيب بوحدو كطيب حبه في ريجيما، بحال دابا طيب لك حبه هنا وحبه هنا وحبه هنا، ما كيتقادش في الطياب ديالو، الطياب ديالو ما كيتقادش، يعني ضروري يدوز من الفران، ما كاينش شي بنان اللي ما كيتقازاش. هو راه المنطقه راه معروفه من 1940 كما قلنا في الاول، كما شرنا ليه في الاول،
تبعنا البنان من 60 فرانك 70 فرانك 80 فرانك شويه 70 ريال وتوصل حتى ل 15 درهم 20 درهم في الثمانينات ملي ولا عليه اللي قبل في 1980 كما كيعاودوا لي الناس 1980 كانوا كيبيعوا هنا البنان ب 15 درهم 20 درهم الكيلو هذه جمله ومن بعد ديك الساعات عاد بان البنان في الشتوكه و يعني وتارو اي من ديك الساعات ملي طلع الثمن ديالو عاد ولاو منافسين ورجع الثمن ديالو حتى ل 100 درهم 100 درهم دابا كيدور ما بين 100 درهم 7 دراهم ونص 7 دراهم يعني ما كيفوتش 7 دراهم ونص و 100 درهم فاش كيدور. شكرا الله يجازيك بخير ماشي مشكل. انتم اخواني الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي كما سمعت يعني هذه الافادات اللي فادنا بها هذا الشخص بطبيعه الحال بخصوص يعني البنان ديال منطقه اورير اللي واحد المنطقه اللي معروفه بانتاج الموز وايضا بيع الموز خاصه اصبح لها صيت على المستوى الوطني اذ لا يمر اي زائر او اي شخص يعني قادم لمدينه اكادير دون ان يتبضع او يشتري يعني موز ديال منطقه اورير اللي معروف بطبيعه الحال يعني بالجوده ديالو ايضا انه له صيت على المستوى الوطني فتحيتي لكم وعلى امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر الى الملتقى.